صباح الخير. اول حاجه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. طبعا احنا حاولنا نلاقي طريقه ان انا اكون معاكم في اول يوم العيد الصبح، بس طبعا مش نافع اكون موجود في كل الاماكن في نفس الوقت، ففكرنا في الطريقه دي ان انا ابقى مع التيم كله، سبيشالي التيم اللي حاضر في يوم العيد الصبح في المحلات، عشان نقول لكم متشكرين جدا على البرفورمانس بتاع من اول السنه، البرفورمانس بتاع العشر ايام الاخرين قبل العيد، النتيجه اللي احنا حققناها. متشكرين اكتر على ان انتوا هنا في يوم العيد الصبح لو كل الناس بتعيد وانتوا موجودين في المحلات علشان نغطي المحلات اللي المفروض نكون فاتحينها فيها من المول. ويا ريت برضه تبلغوا تحياتي للتيم اللي هيجي بعد الظهر. حبينا نبقى معاكم في اول يوم العيد، دي الطريقه اللي لقيناها، وان شاء الله يبقى في طرق تانيه اكتر بعد كده بحيث نبقى متواجدين معاكم، ومش حاجه متسجله، نبقى اونلاين فيديو في اوقات كتيره جدا مش يوم العيد بس. بقول لكم انجوي، وكل سنه وانتم طيبين ليكم ولعائلاتكم، وبلغوا زمايلكم اللي هيجوا بعد الظهر بالنيابه عني وعن التيم بتاع الباك اوفيس كله. كل سنه وانتم طيبين كلكم انتوا وعائلاتكم واولادكم، وان شاء الله يبقى عيد سعيد عليكم كلكم، وننهي السنه حلو كلنا مع بعض ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.